السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال عملي في موضوع النفس وركس مانجر. لو انا قلت له كلاش ديتكتيف وعايز ابدا تيست فاقول له اد تيست. خلي بالك ان انا هنا ممكن يكون عندي بعض الملفات الجاهزه، اقول له امبورت كلاش تيست ويبدا هو يظبطهم. اللي انا عامل واحد مثلا بين مثلا الميكانيكال اكويبمنت والاستراكشر، بين الميكانيكال اكويبمنت مثلا والابواب والشبابيك وهكذا. طيب لو انا جيت هنا هقول له ان انا عايز مثلا الاستراكشر مع الاركتكتشر، طبعا مش اي كلاش بيديهولي بيبقى ده كلاش مظبوط. تمام، لازم اشوف الكلاشات هل انا موافق عليها ولا اشوف عليها. بفرض مثلا ان الكلاش دوت انا خليته ريفيوت، يعني احنا رجعناه. تمام، طيب هقول له ان دوت مثلا ابروفد، هقول له ان ده ريسولفت. الابروفد هيكتب اسمك قدامه والتاريخ، بحيث لو في اي كلاش تعمل له ان هو متوافق عليه يبدا يسجل مين. خلي بالك الريزولفد عندي هنا زرار بقول له كومباكت، يعني اي حاجه كلير ريزولفد، اي حاجه ريزولفد شيلها بقى خالص. تمام، فتلاقي عدد الكلاشات قل وتلاقيه شيل من هنا، ما دام الكلاش دوت ريزولفد خلاص الغيه خالص. تمام، طيب جنبيه حاجه اسمها ريسيت، بيبدا يلغي الكلاشات ونبدا ايه نعمل له ابديت اول، يبداوا يظهروا من اول وي جديد. هنا بتلاقي الايتم مديله الوان عشان اعرف هما فين. عندي اختيار اسمه هايد اذر، وعندي اختيار تاني اسمه دايم اذر اهوت، بحيث ان انا ممكن اركز على الحاجه بس اللي انا عايزها، او ان انا اخليها موجوده بس تكون ايه خفيفه شويه. انا بفضل صراحه هايد اذر واركز على الحاجه اللي فيها المشكله. تمام، لو انا عملت الاختيار دوت في اختيار اسمه هايلايت اول كلاش، كل الكلاشات تظهر معايا بالشكل دوت. طيب بعد ما بخلص بروح انا لريورت واقول له ان انا عايز التقرير بتاعي اكس ام ال، ده هيتفتح معايا على الاكسل او بشكل حلو، او اتش ام ال هيسيفه لك صفحه انترنت، وتقول له رايت ريبورت فيبدا يسيفه لك على صفحه انترنت.